عندنا حتى في الأخبار اللائمة تنقل أخبار معوجة مضللة. البارح في نشرة الأخبار يقول لك انظروا انظروا، يقول لك أراها يعني الاتحاد الأوروبي يعني يندد بالمغرب، علاش؟ لأنه يعني مد رشوة أو شراء الذمم. يتكلم عن المغرب، بصح قطر هما يتكلموا على قطر وعلى المغرب. هنايا في الأخبار تاع الجزائر باش تعطيك هذوك الصحفيين اللي راهم يتكلموا، المفروض الصحفي عنده شخصية. والله ما نقرا الكذب، والله ما نقرا التضليل. روح نقري ولا روح ندير فلاكراش إذا كنت مرأة ولا رجل، روح ما نقراش الكذب، نجيب الأخبار. إذا كان الاتحاد الأوروبي يقول قطر والمغرب نقول قطر والمغرب، بصح كي تجيبها أنت في الأخبار تجيب لي المغرب وما تذكرش قطر. قضية التحقيق هذه تأتي فيما بعد، التحقيق هو الذي صحيح أو غير صحيح. أما أنك لا، راك عارف بلي الأخبار عن الاتحاد الأوروبي كان للدولتين، ولكن أنت تختصروا في المغرب، لماذا؟ إذن هذا ما عندناش نظام، وقلبهم مش مع شعبهم. والله ما جايبين خبر لا لي مات ولا لي حيا ولا لي كذا، رانا في فوضى. هذه فوضى، هذه فوضى. مجلس الأعلى للأمن، هذا مش أمن. على هذو السبعة التهم، هل هو اجتماع عسكري راح ندخلوا في حرب، ومع من، ومتى تقلع ومتى تنتهي، وهل أوامر الحروب هذه يعني تكون بالسرية؟ لازم يعرف الشعب الحروب والأمور ينبغي أن يستشار فيها الشعب. الشعب هو اللي يستشار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم خير من الرسول صلى الله عليه وسلم. أول غزوة حرب سيموت فيها الناس وتترمل النساء ويتم الأطفال وتخرب الديار وكانت بالسيف، ماشي بالأسلحة المتطورة الآن اللي تقتل المدنيين. هما دائما يقول لك ممنوع قتل المدنيين، الأسلحة نتاع اليوم تقتل المدنيين، ما كاش تقتل الأطفال، تقتل كذا، تقتل كل شيء، ولا سيما الأسلحة النووية. إيش معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة بدر جاء حباب بن منذر قالوا يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم هي المكيدة والحرب؟ هل هذا المنزل قالك المولى تبارك وتعالى اجلس هنا أم أنها المكيدة والحرب؟ قال لا، قال إذن يا رسول الله نفعل كذا وكذا ونغور الأبار ونفعل كذا. وأخذ النبي برأيه وهو أبسط جندي من جنوده. اليوم تبعدوا قاع الجنود، هم قاعدين في الكازرنات، اللي راه ياكل ياكل، واللي راه يشرب يشرب، واللي راه يقصر يقصر، واللي راه شيخ شيخ، واللي راه مدمر مدمر. ها ها نعم ها كلها. حتى غدوه من ذاك كيما درت لهم في 92 كانوا لاباس بهم، حتى قلت لهم اي روحوا واجهوا ابناء الشعب الجزائري الذين اختارهم الشعب، ودخلتوا البلاد حرب في حرب، مجموعه كمشه نتاع بانديه نتاع عصابه نعم تتخذ قرار يعود على الشعب باكمله بالخراب والدمار. احنا اولى الناس ان نعرف الحروب تمس الشعوب قبل ان تمس الجنود الذين خصصوا لها. هذا نبينا في غزوة احد استشيروني، ندخل في معركة نخرج من المدينة ولا نروح كذا. النبي كان اكثر الناس استشارة في الحروب وفي القضايا العامة لأنها تعود على العام. أصحاب القرار هذو ما عندهمش الشعب في دماغه، الشعب موش في دماغهم، الشعب بالنسبة إليهم ليه القزول، نكذبوا عليه وندجلوا عليه ونعملوا عليه. هذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني، لكن هذا معناه في دولة ما كانش بأي حق نمنع من حقوقنا. أي يقولوا لي ما عندي حكم، ما عنديش حكم، يعني ما كان يعني لا شيء. من اللي خرجت لها 20 سنة يا ناس، مش عام واحد، 20 سنة. عندي أحفادي ساعات يعني يقول يا جدو ادينا معاك كذا، ونديهم معايا باش يحبسوني قدامه ونضربوا قدامه قدام البوليسية. هما من جهة وأنا من جهة، ويدخلوا الأولاد. واحد زوج من أحفاد نتاعي لحد الآن
لما عملوا في مرة من المرات معاملة فيها قاسية أو رأوا القسوة عليا لحد الآن وضعيتهم مش مليحة. أولاد صغار أطفال معايا أنا أهلا وسهلا. ما تنجموش الواحد تروحوا له لأهله ولاده وعائلته وكذا، هم الناس اللي راهم في الخارج كي يتكلموا تروح لباباه تروح لخوه تروح ليماه، هذه مش رجولة، هذه عبارة عن خسة. الراجل وجه راجل وجها لوجه، أما تروح تدنل المرت وولاده وأحبابه وصحابه وتقسو عليهم وتدينوا على علاش تمشي مع فلان، تسالني يمشي معايا ولا يمشيش معايا ولا يتكلم معايا، نسرق أنا نخطف أنا، عندي رأي، ما عجبكش الرأي تاعي حتى ولو كان الرأي ما عجبكش، عندي حق في الوجود وعندي حق في السياسة وعندي حق في التعبير، وما تنحيولناش لا اليوم ولا غدوة ونموت على هذا الشيء. نسأل الله عز وجل الثبات. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أنتم خير من عمر اللي كان فوق المنبر يخطوا، اليوم خرج لنا جيل واحد آخر يقول ما تكلمش مع ولي الأمر. هل هؤلاء أولياء الأمر؟ قبل سؤال أثبت العرصة ثم منقش. هؤلاء ليسوا ولاة أمر، هؤلاء ولاة قهر، جاءوا بالقهر بالدبابة بالسلاح بالسبان بكل شيء، هذا هم يحكموا في الناس ذراع على الشعب الجزائري. يا سيدي هذا أقرب الناس إليه، والله ما راعوا حتى المشاعر تاعهم.